أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الجديدة من برنامج متن الخبر. تستمر جولتنا في الصحف الفلسطينية والعربية لنبقيكم على اطلاع على أهم الأحداث والأخبار في الساحة الفلسطينية وبعض من الدول العربية مثل الصحف المصرية واللبنانية والأردنية من خلال مراسلنا، حيث اشتركت الصحف المحلية بخبر تحت عنوان استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها شرق غزة والاحتلال يشدد حصاره على القطاع. ومن هذه العناوين الرئيسة ابقوا معنا لنستهل في قراءة عناوين صحيفة الحياة الجديدة حيث كتبت في صفحتها الأولى: الرئيس يهاتف الأسير المحرر سارة أبو داهوك ويصفها بالبطلة والقدوة لكل بنت في فلسطين. وفي جانب هذا الخبر تناولت الصحيفة الحياة الجديدة مقال لرئيس تحرير الصحيفة محمود أبو الهيجة بمقال تحت عنوان صورتان، وفي متن المقال تظهر الصحيفة صورتان للرئيس محمود عباس وبوتين، وفي مقابل هذه الصورة أيضا لدونالد ترامب وبوتين. وكتب في المقال: الصورة الأولى للرئيس أبو مازن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جلسة مباحثات ثنائية. في هذه الصورة نرى الرئيس أبو مازن بكامل لياقته السياسية متحدثا بقوة هذه اللياقة وبعافيتها الجسدية والمعنوية، والرئيس الروسي مستمعا بانتباه واحترام لافت. الصورة الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس بوتين في هلنسكي. ترامب في هذه الصورة حائر على نحو بليغ برأس مطرق تقريبا ووجه بنظرة قلق غائمة وشفتين مزمومتين فيما يداه تسعيان لتشابك منقذ من لحظة القلق البادية في عينيه، ولا كلام في هذه الصورة، فيما الرئيس الروسي بوتين ينظر برأس مرفوعة إلى البعيد غير ملتفت إلى نظيره وكأنه يقول للعالم أجمع: أين هي الولايات المتحدة اليوم مع هذا الرئيس؟ وأضاف الكاتب: حقا الصورة أحيانا أبلغ من أي كلام، وصورة الرئيس الأمريكي هذه لا شك ستكون صورة محاكمة لترامب في الولايات المتحدة على هذا النحو أو ذاك، خاصة وأن مديرا سابقا للمخابرات المركزية الأمريكية انتقد أمس الأول أداء ترامب مع الرئيس بوتين ووصفه بأنه خيانة، فيما قال جيف فوليك وهو سناتور جمهوري عن هذا الأداء بأنه مشين، بينما اعتبر السناتور الجمهوري ماكين المؤتمر الصحفي المشترك بين ترامب وبوتين بأنه أحد أسوأ لحظات تاريخ الرئاسة الأمريكية. وهذا يعني كله أننا لم نسقط موقفا ضد ترامب في قراءتنا لصورته مع الرئيس بوتين، ونعتقد بثقة أن ما شاهدناه في صورة هذه قد شاهده العالم أجمع. وبعد الانتهاء من قراءة المقال نستمر في قراءة عناوين الصحيفة، حيث تناولت خبر آخر: نابلس تحتشد في مهرجان دعما للقيادة لإسقاط صفقة القرن. وإلى خبر آخر أيضا: إطلاق الحملة الوطنية لرفض سرقة أموال الأسرى وأهالي الشهداء والجرحى. وفي أسفل الصحيفة عنونت صحيفة الحياة: ديمقراطية الكنيست تشرعن كتم الصوت وسحب صلاحية النظر بالتماسات الفلسطينيين من العليا. وعلى رأس الصفحة في أذنها اليمنى كتبت صحيفة الحياة: المفتي يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم فيها خطأ مطبعي. ومشاهدين من صحيفة الحياة الجديدة ننتقل إلى صحيفة القدس، حيث كتبت في صفحتها الأولى: إسرائيل تشدد الخناق على غزة وتفرض المزيد من العقوبات. وأيضا مصدر فلسطيني: حماس توافق على الرؤية المصرية للمصالحة. وهناك إطلاق الحملة الوطنية لرفض سرقة أموال الأسرى وأهالي الشهداء والجرحى. وأخيرا مجلس الوزراء: العدوان على التجمعات البدوية يهدف إلى تغيير الوقائع على الأرض. ومشاهدينا بعد الانتهاء من قراءة عناوين صحيفة القدس ننتقل إلى صحيفة الأيام، ومن أهم عناوينها أيضا كتبت خبر عاجل: قناة عبرية ضوء أخضر لجيش الاحتلال لشن عملية عسكرية في غزة إذا لم تتوقف الطائرات المشتعلة. وإلى عنوان آخر: كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد: الأيام القادمة ستشهد اتصالات مكثفة قد تتوج بإعلان المصالحة. وأيضا تناولت خبر آخر: شرطة الاحتلال تعتقل 3 مستوطنين من عصابة تدفيع الثمن. وعلى رأس الصفحة كتبت في أذنها اليمنى: معبر رفح يستأنف عمله اليوم. وكتبت أيضا في أذنها اليسرى لصحيفة الأيام: القدس بلدية الاحتلال تهدم سورا بحي جبل الزيتون وتقتحم مدرسة في شعفاط. مشاهدينا متن الخبر ينتهي من جولته في عناوين الصحف المحلية ومقالاتها، فاصل ونعود. نعود من جديد مشاهدينا للحديث عن الحدث الأبرز لهذا اليوم: إطلاق الحملة الوطنية لرفض سرقة أموال الأسرى وأهالي الشهداء
والجرحى. وللحديث أكثر عن هذه المسيرة ينضم إلينا أستاذ حسن عبد الرب ناطق الإعلامي باسم الهيئة شؤون الأسرة والمحررين. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم والحرية لأسرانا. أهلا بك ضمن هذا الحوار في برنامج متن الخبر. أستاذ حسن، شاهدنا بالأمس المسيرة التي شارك فيها المواطنين رفضا لسرقة أموال الأسرة وأهالي الشهداء في نطاق الحملة الوطنية التي أطلعتموها، لتحدثنا عن سلسلة الفعاليات القادمة والأنشطة أيضا. بالتأكيد هذه الحملة تم إطلاقها كجزء من مواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب تشريع الكنيسة قانونا عنصريا يستهدف سرقة والقيام بعملية قرصنة للأموال الفلسطينية، أموال الشعب الفلسطيني من عائدات الضرائب، بما يوازي نحو 1,200,000,000 شيكل سنويا وفق تقديرات الاحتلال بأنها هي قيمة ما تدفعه السلطة الوطنية الفلسطينية من مخصصات مالية لعوائل الأسرى والشهداء والجرحى والأسرى المحررين. هذه الحملة تستند إلى جهد جماهيري شعبي من خلال جملة من الفعاليات تنظم في أرجاء الوطن، إضافة إلى ذلك جهد إعلامي في تسليط الضوء على حقيقة الأسرى الفلسطينيين بأنهم أسرى من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال، وهم مقاومون ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد إرهاب دولة الاحتلال ومن أجل الخلاص من هذا الاحتلال، بالإضافة إلى الجهد القانوني الذي يفترض أن تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية بما في ذلك التوجه لمحكمة العدل الدولية لتعزيز المركز القانوني لأسرانا على الصعيد الدولي، بجانب فتح الآفاق أمام إعادة النظر وفتح اتفاقية باريس التي تخترقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال عملية القرصنة على هذه الأموال وهي عائدات الضرائب التي هي حق للشعب الفلسطيني. إضافة إلى ذلك لابد من الإشارة إلى قضية في غاية الأهمية بأننا في صراع تاريخي وفي صراع قيمي وفي صراع مفاهيمي في هذا الموضوع. القضية ليست فقط ذات بعد مالي وأعباء مالية وما إلى ذلك، بقدر ما تتعلق بجوهر الصراع بأننا شعب نرزح تحت الاحتلال، وبالتالي من حقنا وفق القانون الدولي والتشريعات الدولية أن نواجه الاحتلال وأن نقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي بهدف الحصول على حق شعبنا في تقرير المصير، وبالتالي المكانة القانونية لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال هم أسرى حرية ومقاومون شرعيين. نعم، أنت ذكرت أن هذه المسألة ليست فقط سياسية وأيضا مفهومية وتعددت هذه النواحي، ودائما نقول أن إسرائيل تحاول دائما سن قوانين عنصرية بهدف كسر إرادة أسرانا لنقول داخل سجون الاحتلال، فكيف نرى الأسرى داخل سجون الاحتلال ردهم على هذه الحملة ودعمهم لها داخل سجون الاحتلال؟ بالتأكيد الأسرى لهم موقف واضح في القضية، هي تمس حياتهم وتاريخهم النضالي الوطني في الكفاح التحرري ضد الاحتلال الإسرائيلي ومقاومته، وأيضا يمس سبل الحياة الكريمة لهم ولعوائلهم ولأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم وأمهاتهم وأبائهم، وبالتالي هذا الموضوع هو مسألة في غاية الأهمية ذات البعد الوطني والبعد السياسي والاجتماعي والقيمي الأخلاقي. بالتالي الأسرى هم يلتفون حول هذه الخطوة وهذه الحملة بكل حيثياتها بكل تفاصيلها من أجل إفشال تطلعات الاحتلال وإفشال أهدافه، هذه الأهداف التي تتماهى بشكل واضح مع الموقف الأمريكي وفي الكونغرس الأمريكي الذي شرع تشريعات أيضا مماثلة لتشريع الكنيسة والتي تستهدف تجريم النضال الفلسطيني في خطوة للتمهيد للانقضاض على تاريخنا الوطني والإنساني من أجل الحرية والاستقلال الوطني. نعم، أنت ذكرت أيضا أستاذ حسن بالنسبة للقيادة الفلسطينية وتحركاتها خارج البلاد وتوجهها للمحاكم الدولية، نعلم أيضا أنها دائما ما تتخلل في نهجها لأن لن تتخلى عن العائلات الأسرى والشهداء، والتزمت بدفع رواتب برغم التهديدات الإسرائيلية، ولكن إسرائيل اليوم تقرصن أموال الأسرى، فكيف تنظر لهذا الأمر؟
نعم، هذه القرصنة هي قرصنة واضحة وتشريع عنصري واضح. هذا يستوجب بكل وضوح وصراحة أن يكون هناك دعوة من قبل البرلمان العربي وحتى البرلمان الدولي بمقاطعة أعضاء الكنيسة الذين يشرعون هذه القوانين العنصرية التي تستهدف الإنسان الفلسطيني ومقدراته كافة. إضافة إلى ذلك، نحن بحاجة لمواجهة هذا التشريع العنصري وهذه المواقف الاحتلالية إلى توفير شبكة أمان مالية من الدول العربية من خلال الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية ليتسنى لها البقاء على ما تقدمه لعوائل الأسرى والشهداء والجرحى بشكل كامل من خلال ما يتم تقديمه وفق الأنظمة والتشريعات الفلسطينية. وهذه الأموال التي تقدم منذ ستينات القرن الماضي وليست مسألة طارئة حاليا. إضافة لذلك، نحن بحاجة إلى توفر حاضنة سياسية إقليمية ودولية لمواجهة الرواية والتزوير الإسرائيلي لحقيقة النضال الوطني الفلسطيني ومحاولة إلصاق تهم الإرهاب بنضالنا وتاريخنا حاضرا وماضيا ومستقبلا أيضا. الأمر الذي يستوجب منا وحدة الموقف الوطني الفلسطيني ووحدة الأداء. وبهذه المناسبة لابد من الإشارة بأن هناك موقفا واضحا من سيادة الأخ الرئيس أبو مازن في هذا الموضوع بأن رواتب الأسرى ومخصصاتهم والشهداء والجرحى لن تمس، وسنبقى أوفياء للقيام بكل مسؤولياتنا تجاه هذه الشريحة المناضلة والطلائعية من شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال بكل إجراءاته وبكل ممارساته ووجوده الغاصب على أرضنا. أشكرك أستاذ حسن عبد رب الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين لحديثك معنا في برنامج متن الخبر. مشاهدينا فاصل ونعود. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في القسم الأخير من برنامج متن الخبر، حيث سيتجول جولة أخيرة في الصحف العربية، ونبدأ في الصحف الأردنية. وللمزيد من الأخبار والعناوين مع الزميلة أروح أحمد. نبدأ هذه الجولة في الصحف الأردنية مع عناوين صحيفة الدستور. اقتصاديون: إعادة فتح معبر نصيب، مصلحة مشتركة لدول الإقليم. في الشأن الفلسطيني: إسرائيل تلوح بالقوة العسكرية وحرب مختلفة على غزة. لجنة قانون القومية تصادق على بند الاستيطان اليهودي وشطب العربية. وفي العناوين أيضا: وسط مخاوف من اتساع رقعتها إلى باقي أنحاء البلاد، الاحتجاجات العراقية ضد الفساد وارتفاع الأسعار والبطالة تدخل أسبوعها الثاني. البرلمان المصري يقر قانونا لحماية ضباط الجيش من الملاحقة القضائية. ومقتل 8 جنود أتراك في هجوم للعمال الكردستاني شمال أربيل. وفي الدستور أيضا: مي تفوز بتصويت برلماني بعد رضوخها لضغوط بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن الدستور ننتقل إلى عناوين صحيفة الرأي. الحكومة تكثف اتصالاتها مع الكتل النيابية استعدادا للتصويت على الثقة. في الشأن الفلسطيني: الاحتلال يشدد حصاره على غزة ومخاوف من اندلاع حرب. الكنيسة الإسرائيلي يقر قانونا لحظر بعض الجماعات اليسارية في المدارس. ونختتم جولتنا في الصحف الأردنية مع عناوين صحيفة الغد. مطالبات نيابية بعدم المس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة. مراد: قطر تبدأ بتوفير فرص العمل للأردنيين. وفي الرئيسية أيضا: حداد مدارس الأونروا لن تغلق. في الشأن الفلسطيني: الحكومة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي على غزة وتطالب بحماية دولية. شهيد فلسطيني والاحتلال يستولي على 150 دنما من أراضي بيت لحم. قانونان إسرائيليان لتعزيز سطوة الاحتلال وملاحقة المراكز الحقوقية السلامية. بتسليم: الاحتلال قتل الممرضة الغزية عمدا. وفي الغد أيضا: إيران تلجأ لمحكمة العدل الدولية لإنهاء عقوبات واشنطن عليها. جمهوريون وديمقراطيون ينددون بأداء ترامب في القمة مع بوتين. لبرنامج متن الخبر أروى حماد. شكرا للزميلة أروى، وننتقل إلى الصحف المصرية وللمزيد مع الزميلة نجوى يونس. أهلا بكم إلى أبرز عناوين وموضوعات الصحف المصرية، والبداية كما تعودنا
مع الشأن الفلسطيني. الاحتلال الإسرائيلي يتدرب على اقتحام غزة. قانون إسرائيلي يحظر التعاطف مع الفلسطينيين. مفتي القدس: حفريات الأقصى تهدد بكارثة. مستوطنون يقتحمون الأقصى وحملة هدم بالقدس. الاحتلال يشدد قيوده على غزة ويمنع وصول الوقود. حقوق الإنسان بالجامعة العربية تناقش التصدي للانتهاكات الإسرائيلية. أما صحيفة الأهرام فأفردت صفحة كاملة عن صفقة القرن. نشأت في أمريكا وإسرائيل وماتت في مصر. الصفقة بدايتها وبنودها ومصيرها. خطوط إسرائيل الحمراء لتصفية حل الدولتين. أما مها صلاح الدين فكتبت عن العراب كوشنير. استمرار فتح معبر رفح البري. المخرج رائد أندوني: جائزة صائد الأشباح، تكريم للأسرى الفلسطينيين. أما جلال ديويدار فعنون مقاله بسؤال عن المبادرة الصينية بديلة صفقة القرن الترامبية. يتحدث عن الرفض العربي القاطع لصفقة القرن وما تلاه من مبادرة صينية تحدثت عنها الأوساط الفلسطينية التي رأت فيها أنها قد تفتح الطريق أمام حل دولي متعدد الأطراف للقضية الفلسطينية. إلى الشأن المصري: شهادة عالمية مصر نموذج رائد للإصلاح. نائب المنظمة الدولية ومدير النقد الدولي شراكة مع الأمم المتحدة ب1.2 مليار دولار. انطلاق أكبر تجمع للطاقة الشمسية بالعالم. وزير الكهرباء المصري محمد شاكر: أولى محطات الكهرباء في بنبان جاهزة لدخول الخدمة. انطلاق مهرجان الفنون الصيفي الدولي بمكتبة الأسكندرية. والآن إلى هذه العناوين المتفرقة: سوريون يقتربون من الحدود مع إسرائيل بالجولان. الاتحاد الأوروبي واليابان يتفقان على مواجهة ترامب. دمتم بخير، نجوى يونس، القاهرة. شكرا للزميلة نجوى، ونختمها مع الزميلة هلا سلامة وفي الصحف اللبنانية. في جولة على الصحف اللبنانية لهذا اليوم نبدأها من النهار: التوافق النيابي يقف عند أزمة التعليف، خلوة بين الحريري وباسيل بعد جفاء واتفاق على لقاء قريب، مصادر قريبة من المستقبل تعكس أجواء متفائلة بالولادة الحكومية، اتفاق لإجلاء سكان بلدتي الفوعة وكفرية في إدلب. وفي النهار الشرطة العراقية فرقت محتجين أمام حقل نفطي في الجنوب، وترامب يتراجع أمام عاصفة الانتقادات ويقر بالتدخل الروسي في الانتخابات. وعلى صفحات النهار أيضا: أوروبا تبدأ إجراءات معاكسة لحماية شركاتها من العقوبات الأمريكية المتجددة على إيران. وفي الشأن الفلسطيني: إسرائيل تشدد حصارها لغزة ردا على الطائرات الورقية الحارقة، وتل أبيب تتهم الفلسطينيين باستخدام الطيور لإشعال حرائق في إسرائيل. وأخيرا: إيران تقدم شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد إعادة فرض واشنطن عقوبات عليها. وننتقل إلى صحيفة اللواء التي عنونت: عض الأصابع الحكومي من يصرخ أولا. خلوة الحريري باسيل لم تفتح طريق بعبدة، ونار بقاعية على عين التينة. 15 قتيلا بغارات على القنيطرة، وإسرائيل تمنع النازحين الاقتراب من السياج الحدودية. اتفاق روسي تركي لإجلاء سكان الفوعة وكفرية مقابل أسرى للمعارضة. سعي لتهدئة عاصفة سياسية بعد قمة بوتين. ترامب يتراجع، أخطأت التعبير بشأن روسيا. وفي اللواء أيضا: الاحتلال يفشل بوقف الطائرات المشتعلة من غزة ويلوح بعملية عسكرية. الكنيست يكبح جماح نتنياهو بقرار الحرب ويمضي بتهويد القدس والضفة. وبقلم هيثم زعيتر: تجلى التخبط الذي يعيشه مسؤول الاحتلال الإسرائيلي في جلسة الكنيست أمس، حيث ألغى أعضاؤه قانونا أقر قبل شهرين ونصف الشهر فقط، والذي سمح لرئيس الوزراء ووزير حربه بشن اعتداءات من دون الرجوع لأحد ليقلص وفق القانون الذي أقر أمس على الحالات الاستثنائية فقط. وواصل أعضاء الكنيسة الإسرائيلي بإصدار المزيد من القوانين لتكريس يهودية الدولة وعنصريتها ضد الفلسطينيين والمتضامنين معهم، خاصة أن انعقاد هذا الأسبوع هو المرة الأخيرة قبل العطلة الصيفية، حيث يسعى الائتلاف الحكومي إلى إنهاء التصويت على عدد من القوانين. وفي وقت ما زال يثبت فشل الاحتلال بإيقاف مفعول الطائرات الورقية المشتعلة التي يطلقها الشبان من قطاع غزة.
وأرفق المقال بصورة لطلاب مدرسة الخان الأحمر يعبرون قصات الصرف الصحي للوصول إلى مدرستهم في القرية المهددة بالهدم. وختام مطالعة الصحافة اللبنانية من صحيفة المستقبل، بصعب للمستقبل متعاونون مع الرئيس المكلف، والأسبوع المقبل سيشهد حركة جدية، الحريري مرتاح وخطوط التواصل مفتوحة، وبصورة لجنود الاحتلال الإسرائيلي يترصدون غزة، عنونت المستقبل إسرائيل تحضر بوابات الفولاذ ضد غزة، ترامب أخطأت في هلسنكي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات، وأخيرا نكثت إيران بوعودها فلجأ العراق للسعودية لتأمين حاجات الجنوبيين. لمتن الخبر من بيروت، هلا سلامة. شكرا للزميلة هلا، ولمن فاتته الحلقة بإمكانه متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. والآن مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة، في أمان الله.